أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، يا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء. ما خاب والله سيدي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أحد العيس، أحد العيس، أحد العيس، عرج نحو سامراء وعظم للإمام الغائب الأجر. بس أقول شيء واحد، هنيئا للكرام الأحبة وهم في بيت الإمام المهدي، في بيت الإمام الهادي، في بيت الإمام العسكري، الليلة يبكون على الإمام. نقول أحد العيس، أحد العيس، عرج نحو سامراء وعظم للإمام الغائب الأجر. أبوك، أبوك قضى. أحد العيس، عرج نحو سامراء، أحد العيس، عرج نحو سامراء، وعظم للإمام الغائب الأجر. أبوك تجرع كأس الردى غدرا، يا قضى بالسوم مثل المصطفى الهادي. بعد اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة، تلقى الملائك عند القبر سمع المصطفى أحمد والأنبياء معه، والمرتضى حيدر بالحزن وافاه. ابصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء. هاي أيام السقط المحسن يا مؤمنها. ابصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء، تعدو وقد نسيت في ضلعها كسرى، حتى إليه دنت لم تحتمل صبرا، أهوت عليه تنادي وحسين أين الصارخون حسين، أين الصارخون حسين، سيدي من بيتك يا صاحب الزمان، لأبكين عليك بدل الدموع دما. بعد سيدي إيش نقرأ بهالأبياتها؟ يقول ابصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء، تعدو وقد نسيت في ضلعها كسرى، حتى إليه دنت لم تحتمل صبرا، أهوت عليه تنادي وحسينا. سوت احتضنت الحسين الزهرة، اش قالت له في عليها تنادي، آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسدي، بالدمع جئت أروي غلة الكبد، لكنها انتثرت بالحزن وإله. بعد بعد اسمع هذا البيت بالله عليك. يقول بين البتولة تبكي إذ أتت زينب، صاحت حبيبي ونادت بالأسى تنحب،
مؤمن غيور تتحمل ايش راح يقول الشاعر؟ شاء الزمان بصوت الشمران اضرب او ان نساق الى الطاغي سباياه. لذلك اعرج اكمل القصيدة اللي بديتها انا. ها احاد العيس عرج نحو سامراء وعظم للإمام الغائب الهجراء. أبوك سقوه بكاسات الردى غدرا، أبوك سقوه بكاسات الردى غدرا. يا قضى بالسم مثل المصطفى الهادي. هذا من هو هذا؟ هذا من هو هذا؟ شبيه المجتبى غلوه بالسم ينادي آه يا زهراء يا أمي. الله أكبر. إيش راح يقول الشاعر؟ ينادي الحسن الحسن العسكري، ها ينادي آه يا زهراء يا أمي، فمن ظلموك عادوا اليوم لظلمي. بعد سيدي اللي ظلموك اليوم عادوا وأردوا ماذا ذلك الظلم عليك يا ابن رسول الله. بعد قصيدة وصلتني قبل قليل أحبتي للشاعر علي حسين العامل، رائعة جدا. ها يقول: بعمر جوادكم قاسى أذى الظالم وعانى في السجون كجده الكاظم. هذا العسكري، هذا شاب ترى الإمام العسكري، شاب بعد بريعانة شبابها. بعمر جوادكم قاسى أذى الظالم وعانى في السجون كجده الكاظم، فما للدنيا وتشتم عنده فاطم غريبا بين سياف وجلاد. ايش راح يقول الشاعر؟ اسمع بالله عليك الكلام للامام المهدي، ها واحنا برحاب بيته. ايش يقول الشاعر؟ ولي الثار ان تحمل له صبرا فكيف الصبر للدام على الغبره. ولي الثار إن تحمل له صبرا فكيف الصبر للدام على غبرا. بعد هذا البيت اللي راح أقرأ أريد الكل يضج يا حسين. حسين قد فرى شمر له نحرا. حسين، أعيد لك البيت وأريد ضجة في بيت الإمام، ما أريد واحد ساكتها. ولي الثار إن تحمل له صبرا. أبو صالح إذا تحملت مصيبة أبوك، سيدي إذا تحملت مصيبة أبوك الليلة شلون راح تتحمل مصيبة جدا. ولي الثار إن تحمل له صبرا فكيف الصبر عدامي على الغبرا. حسين قد فرى شمر له نحرا. بعد: وتحت الخيل رضرض صدره العادي. بعد بعد: وإن تصبر على المذبوح عطشانا فأين حفاظكم لبنات عدنان. سيد الكلام يجرح مولاي أبو صالح. أعانكم الله سيدي. إذا ناشدنا في الأرماح إخوانا وكزنا بنعل سيفنا وبميادي. أبو صالح أتسبى زينب، أتسبى زينب ياقوتة المجد ويضرب متنها بالصوت يا مهدي.
سيدي يا صاحب الزمان، سيدي أبو صالح أنت المعزى بفقد أبيك، سيدي أنت المعزى بفقد أهليك. أتسبى زينب ياقوتة المجد ويضرب متنها بالصوت يا مهدي، عليها العسكري بكى إلى اللحد، ليش فقد سحبت إلى الطاغي بأصفادي. هذا الكلام إلكم أحبتي الكرام، هذا الكلام للمؤمن الموالي. شنقول لإمام العصر ليتك ظاهر فينا، أنت موجود، شريد مولاي ألا اقبلنا واقبل تعازينا. سيدي مولاي تقبل منا العزاء ليوم الحشر، تبكيكم ماقينا ونحن عبيدكم يا خير أسيادي. سيدي أبو صالح الشاعر قال لك مولاي زينب تضرب بالصياط على متنها، أريد قلوب الأحبة من بيت الإمام العادي والعسكري وصاحب الزمان يسمعون الأبيات اللي أقراها. زينب تقول طلعت من الوطن وياك راسي مرتفع عالي، هسه من اطلع ويا القوم من هبتش يصفى. انا امي الخدر زينب المحت شاهد خيار، انا امي الخدر زينب المحد شاهد اخيالي من مجلس اطب مجلس وعين الغرب تبرالي. الابيات هواي مؤذية ما اقدر اكملها والله. انا من مجلس اطب مجلس وعين الغرب تبرالي، خويا ركبت الحرم كلها وعيني عليك يا الوالي. زينب شو تريد؟ تقول له اخويا ياهو اللي يرتشبني الناقر شابها عامل. الله يساعد آل محمد، احنا نبشي لنا ساعة ساعة نبشي ساعة دقائق نبشي مو إمامك المهدي يقول لا أبكينا عليك بدل الدموع. إحنا نبكي ساعة، أبو صالح صبح ليل عصر يبكي، يبكي على من؟ يبكي على المسبية. إيه يقول له ياهو اللي يرتشبني الناقر شابها عالي. ويلاه هذا البيت، هذا البيت أوديك بيه الكربلة ليلة جمعها، أوديك لأبو علي وإحنا في خدمة الإمام العسكري سلام الله عليه. وهاي وصية أهل البيت، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد. إيه محزونة مو، وهوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا. أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا، ملعونة فغدا بمحضرها يقلب مبسما كان النبي برشفه مفتونا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ارفعوا أصواتكم بالصلوات. هذه الليلة هي ليلة مهمة أحبتي، تتحدث عن بيان شخصية رائعة جدا، شخصية مهمة
كل الخلق وكل إنسان يحتاج أن يقف وقفة جادة صريحة معنونة بيانها واضح حتى يصل إلى كماله، حتى يصل إلى ارتباطه، لأن ظاهر الارتباط في الحياة الدنيوية معنون. القرآن الكريم ذكر في مواطن متعددة. استمر القرآن الكريم شخص لنا حقائق الارتباط بعد ما تحدث عن خلق الإنسان التام، بعد ما تحدث عن خلق الإنسان المعرفي التام، الارتباط الخلق الإعدادي، وإلا شواهد الآن إذا أقف عندها يطول بنا المقام. إذن بعد هذا التمام، بعد هذه الحقيقة التي يتحدث القرآن عن بيانها ببيان جلي وواضح، أوصل الإنسان إلى حقيقة ارتباط، أوصل الإنسان إلى حقيقة الارتباط حتى يستفيد، يستفيق بعقله، حتى يعرف كيف يرتبط بالله عز وجل من خلال هذه الحقائق التي يتحدث عنها القرآن الكريم. هسه مع الدقائق هاي المعدودة أحبتي، ظاهرا القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة. ظاهرا القرآن هالشكل أحبتي يقول لكل إنسان وسيلة، وهذه الوسيلة هي التي تأخذ بالإنسان إلى حقيقة ارتباطه. بس القرآن هم بنفس في نفس الوقت يتحدث عن بيان هذه الوسيلة في مضامين رائعة. مرة القرآن يقول الوسيلة عن العمل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس، إلى آخر ما ذكر. قال هذه وسيلة عملية، أقم الصلاة لذكري وسيلة عملية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وسيلة عملية. وقال هنالك معنى آخر للوسيلة في الارتباط، مر القرآن يشخصها عمل ومر القرآن يشخصها مكان. هسه المكان هم حقيقة ارتباط، القرآن يقول نعم، في بعض الأحيان يكمل العمل في المكان ويحتاج ذلك المكان العمل، والقرآن أشار لهذا المعنى في مواطن كثيرة. مثلا إن الصفا والمروة منين؟ من شعائر الله، ولله على الناس ماذا؟ إشارة إلى مكان. واتخذوا من مقام إبراهيم ماذا؟ مصلى. إذن مر القرآن الكريم يتحدث عن ارتباطنا بالله ارتباطا عمليا، ومر لا ارتباطا مكانيا وارتباطا عمليا في ذلك المكان. لابد أن يتفق العمل في ذلك المكان بالتحديد لا في غيره. وهذا معنى آخر، معنى ثاني. المعنى الثالث قال هو أقدس الحقائق وأقدس وسائل الارتباط. شلون أقدس الحقائق؟ شلون أقدس وسائل الارتباط؟ حتى نشوف هالشخصية العظيمة اللي هوت القلوب إليها وجاءت النفوس لزيارتها في أي مقام أحبتي، بيانها، وضوحها، قاعدتها، انتمائنا إلها، معرفتنا من خلالها، معرفة الله عز وجل من خلالها وين تكمن. فإذا مر القرآن قال أنت أمرت أن ترتبط بالله ارتباطا عمليا، مرة أمرت أن ترتبط بالله ارتباطا مكانيا، لكن يقول هنالك ارتباط آخر هو أقدس حقائق الارتباط. أي ارتباط أحبتي؟ قال الارتباط بالأشخاص. هاي نقطة كلش مهمة، ارتباطنا بالأشخاص هي نقطة مقدسة رائعة مهمة جدا يحتاجها الإنسان حتى يصل إلى حقيقة المعنى الأول والمعنى الثاني. لأن لا وصول إلى المعنى الأول ولا وصول إلى المعنى الثاني إلا عبر ماذا؟ عبر ارتباطنا بالأشخاص. وإن كان القرآن الكريم ذكر شواهد رائعة منها أحبتي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن حلقة حب الخالق لمخلوقه والمخلوق لخالقه بها قاعدة ارتباط رائعة لا تتم ولا تكمل إلا بحب محمد صلى الله عليه وآله. وحب النبي كذلك لا يكتمل إلا بحب أهل البيت الكرام، حسين مني وأنا مني من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إذن عمل، مكان، أشخاص. مر القرآن الكريم ذكر الأشخاص بصريح العبارة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
زين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يوسف، شعيب، مر القرآن ذكر هؤلاء الأشخاص بذكر الأسماء، إشارة خاصة لهم. محمد رسول الله، ومر لا أحبتي القرآن ذكر هؤلاء بالخصوص دون الإشارة إلى ذكر أسمائهم. ارتباطنا بالأشخاص هو الارتباط الأقدس الأكمل، لأن إمامنا الباقر يقول الإسلام بني على خمس: بني الإسلام على الصلاة، وبني الإسلام على الصوم، وبني الإسلام على الحج، وبني الإسلام على الزكاة، وبني الإسلام على الولاية. قالوا له: يا ابن رسول الله، أي المصاديق الخمسة أفضل؟ قال: الولاية. قالوا له: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: لأن الولاية هي المفتاح، هي الدلالة، هي الدلالة على الصلاة والصوم والزكاة والحج. لا دلالة إلى هذه المصاديق الأربعة والأمور الأربعة إلا عبر محمد وآل محمد. إذن لما أقول أنا المكان والعمل متوقف على معرفة من الأشخاص، لأن الأشخاص القرآن الكريم ذكر ارتباطنا بهم ارتباط مقبول مو ارتباط مرفوض. ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم منه الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. إذا مر القرآن أشار لهؤلاء الأشخاص بذكر الأسماء، ذكر أسماءهم، ومر لا القرآن أشار إليهم ولكن لم يذكر أسماءهم. مثلا على سبيل المثال، القرآن الكريم يقول: قال الذي عنده علم منيا من الكتاب. القرآن ما ذكر اسمه ولكن أشار له إشارة خاصة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا. القرآن ما ذكر اسمه ولكن الكلام معنون إلى إشارة خاصة. زين، مر القرآن الكريم يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دول أصحاب الكهف، لكن القرآن ما ذكر أسماءهم. إذن أحبتي، مر القرآن ذكر الأسماء بالاسم، مر ذكر الأسماء بالإشارة أشار لهم. وقال: أقدس حقائق ارتباطكم في الحياة الدنيوية معرفة العمل والمكان من خلال ماذا؟ من خلال معرفة الأشخاص. من هؤلاء الأشخاص الإمام العسكري عليه السلام، من هؤلاء الأشخاص الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، صاحب هذه الذكرى وصاحب هذا المجلس. أنا الليلة أحببت أن أذكر شيء مما أراده الإمام أن يتجلى في نفوس سيعته الكرام، وهذا الشيء جدا نحتاجه، جدا نحتاج هذا الشيء أحبتي. أبو الأديان يقول: أنا جالس عند الإمام العسكري عليه السلام، ودخل عليه سائل يسأل، يقول لي: يا ابن رسول الله، سؤالي لك، أريد عقلي يتفتح وكياني يستفيد وما في يستفيق، وأحتاج إلى المعرفة، وكل إحنا نحتاج إلى المعرفة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. بعدين مشكلة طامة كبرى: فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ضاع الدين من عندي. هذا يقول للإمام العسكري، يقول: يا ابن رسول الله، أنا أريد أعرف شيء بخاطري. الإمام التفت لك قال له: شنو هذا الشيء اللي تعرفه بخاطرك أنت؟ قال له: شنو علتكم أنتم بالأرض؟ الآن احنا نقرأ في القرآن ونقرأ في الروايات، هذا السائل يوجه سؤال للإمام العسكري، يقول له: علتك انت بالأرض شنو؟ وجودك بالأرض انت شنو؟ الإمام انطافت في الجواب، عجيب جدا احفظوه أحبتي. هذا طبعا السؤال هم يوجه للإمام الحسين عليه السلام، يقول له: أبا عبد الله، لما خلق الله الخلق؟ فأجاب قال: إن الله ما خلق الخلق إلا لكي يعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا عن عبادة ما سواه. قام لشخص آخر قال له: أبا عبد الله، كيف الوصول إلى ذلك؟ قال له: هي معرفة كل أهل زمان إمام زمانهم ووجوب طاعته واتباعه.
الإمام العسكري عنده جواب رائع رائع جدا أحبتي. أبو الأديان يقول قال يا ابن رسول الله علة وجودكم بالأرض شنو؟ شنو كان جواب الإمام؟ قال له يا هذا؟ قال له بلى. قال له احفظ ما يقول إمامك العسكري. احفظ، قال له احفظ شنو اللي حيقول الإمام احفظه. قال له شي يقول الإمام؟ قال له أول شيء تجلى في علة وجودنا بالأرض ضمان تطبيق الحكم الإلهي. ليش؟ لأن تفويض التشريع بحلاله وحرامه فوضه الله إلى محمد. العلم كله الله عز وجل انطى التفويض به المطلق بمن؟ للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هم أكو في بعض الغيبيات ترى القرآن ذكرها، وكذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد. القرآن يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقال له أول معنى في علة وجودنا إحنا ضمان تطبيق الحكم الإلهي. شلون جواب رائع هذا، شلون جواب دقيق. الآن إذا أريد أناظر إلى الأحكام الإلهية، الأحكام الشرعية، الأحكام الحياتية، الأحكام اللي تعرفني للإسلام، اللي تعرفني للإيمان، إلى وين أنظر؟ أنظر إلى آل محمد، أنظر إلى النبي وأهل البيت الكرام، وأنظر إلى علمائنا العظماء اللي يستنبطون هالأحكام حتى يقدموها لنا على طبق من ذهب، وإحنا قاعدين كل من مخلي رجل على رجل والعالم يستنبط لنا الحكم الشرعي حتى يجيبه إن على طبق من ذهب نستفيد منه، نستفيق بعقولنا على تطبيق على حياتنا. فقال الإمام أول جواب هذا ضمان حكم الله بالأرض منه محمد وآل محمد. هذا واحد. اثنين قال الإمام سلام الله عليه وأما المعنى الثاني للجواب لسؤالك هذا الجواب، قال له شنو يا ابن رسول الله؟ قال بنا تستمر الحياة. شوي تأملني، هذا كلام رائع. بنا شنو؟ تستمر الحياة. متى انقطع الحياة أحبتي؟ احنا صح نقول اللهم حين حياة محمد وأمتنا مماتة، خو احنا هذا نطلب به، ولكن إن شنو؟ إن أجل مسمى مكتوب يأتي في يوم من الأيام فيقضي أجل ذلك الإنسان وينتهي. لكن الإمام العسكري يقول له مرة إحنا ضمان حكم إلهي يطبق على الواقع، ومرة شنو؟ مرة بنا تستمر الحياة. خو شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ دليل قرآني رائع. الدليل القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها منه. هسه أكو التفاتة هنا، أنا بوجود العلماء الكرام الأفاضل أحبتنا أساتذتنا أنا بمحضرهم أتكلم هالكلام. هذا الآية جدا رائعة. مرات أحبتي الآية سؤال وآية جواب، آية سؤال آية جواب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من هو؟ خوش حكي، احفظ هالجملة هاي عبادي الصالحون. في آية أخرى شي يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض شنو؟ هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، وإذا مروا باللغو مروا، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين شنو؟ هسه ذولا كله يحكي عن من؟ عن هؤلاء. لما نجي إلى آية النفس المطمئنة بسورة الفجر شو تقول؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى وين؟ ربك راضية مرضية. فادخلي وين؟ وادخلي وين؟ إمامنا العسكري يقول فادخلي في عبادي محمد وآل محمد. وبعدين ادخلي وين؟ جنتي. رسول الله يقول لا يجوز أحدكم الصراط إلا من كان عنده شنو؟ صك منين؟ من علي. صك من علي تفضل. شاهد. فالإمام إيش قال له؟ قال له أنت تسأل عن علة وجودنا بالأرض، إحنا هم راح نجاوبك. أولا إحنا ضمان حكم الله، ولذلك الصديقة الكبرى شنو قالت بالخطبة الفدكية؟
قالت الحمد لله، حمدت، جعلنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا منيا من الفرقة. حبنا شنو؟ عز الإسلام. نظام إحنا، نظام الملة إحنا. هسه القرآن شي يقول؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك. مو الله عنده نظام، نظام رائع بالكون وبالحياة وبكل شيء. ما غرك بربك الكريم ويجي يسولف عن مرحلة حياته، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، يسولف عن نظام الإنسان، نظام الحياة، نظام الكون. الله يسولف بالقرآن هواي. الصديقة الكبرى تقول نظام الكون كل من هو؟ محمد وآل محمد. نظام الكون الحياتي، نظام الكون التشريعي، نظام الكون الفعلي، نظام الكون القولي، نظام الكون الحفظي، كل أنظمة الكون سببها من أمه محمد وآله أهل البيت. فلما قال له إحنا بنا تستمر للحياة، لأن القرآن هالشكل يقول ولقد كتبنا في الزبور أكو وراثة بالأرض. زين، بعد بنا تستمر للحياة، قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ذلك المنذر علي، وذلك ذلك المنذر محمد، والهادي منه علي سلام الله عليه. بعد قال بنا تستمر للحياة، زدني يا ابن رسول الله دليل آخر حتى أنا أسولف وين الناس بي. قال الإمام، قال له يا هذا، قال له بلى، قال له القرآن يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو محمد ميت، ولكن هو حي. قال كيف هو حي وكيف هو ميت؟ قال ميت أمر الله قضى على أجله، وحي لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وبعد منه، وبعد منه والمؤمنون. فقال له احنا ننظر لك في كل لحظة، نشوفك انت في كل لحظة تصرف، مثل ما القرآن يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه منيا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا شنو؟ لديه رقيب. علي يقول له وكنت أنت الرقيب علي، مثل ما احنا الآن تحت رقابة إلهية، كذلك تحت رقابة نبوية مهدوية عسكرية. جاي يشوفونا أحبتي، أقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقال له أولا ضمان الحكم الإلهي إحنا، اثنين بنا تستمر الحياة، استمرار الحياة بنا، وهذا ما قاله الباقر عليه السلام. لو أن الله عز وجل رفع الإمام ساعة واحدة من الأرض لماجت. سمر عندنا رواية يقول ساخت بأهلها، إذا خلت الأرض من الحجة شنو صار فيها؟ ساخت. الإمام الباقر عنده تعريف رائع، يقول لو رفع الله الإمام ساعة واحدة من الأرض لماجت بأهلها كما يموج البحر المتلاطم بأهله فلا استقرار فيه. ساعة واحدة، إذا شاء أن يرفع الإمام ساعة واحدة من الأرض تموج بأهلها كما يموج البحر المتلاطم بأهله فلا استقرار فيه. أخو القرآن صريح، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا قال له هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الإمام العسكري ذكر سلام الله عليه، قال له ضمان حكم الله، معنى ثاني استمرار حياة سببنا، ضمان حكم الله سببنا استمرار حياة سببنا، معنى ثالث قال له ضمان وحدة الأمة والمسلمين كذلك إحنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إمامنا الصادق يقول الاعتصام بحبل جدي علي سلام الله عليه. هذا الاعتصام، هذا التمسك. هذا التمسك بحبل علي سلام الله عليه ضمان وحدة الأمة، ضمان وحدة الإسلام، ضمان وحدة المؤمن،
ضمان وحدة المسلم. فقال له مو فقط إحنا ضمان حكم الله وبنا تستمر الحلا، حتى ضمان وحدة الإسلام، منظومة الإسلام، ضمان وحدة منظومة الإسلام بمعرفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن سؤال هنا، معرفة أهل البيت غنى لو افتقار؟ الآن أنتم متجشمين العناء من محافظات البلد، بصرة وعمارة وميسان وحلة وكل محافظات البلد العزيزة، وجايين إلى مواساة الإمام المهدي في هكذا ليلة. أسأل، هاي الجية غنى لو افتقار؟ هاي غنى والله، هاي سعادة. مو نقرأ في كلام الإمام: سعد من أطاعكم والشقي من خالفكم. هاي الدلائل اللي ذكرها الإمام دلائل غنى مو افتقار. والحقيقة هاي، الحقيقة هاي أحبتي، معرفة أهل البيت غنى مو افتقار. الإنسان إذا ياخذ شيء من واقع أهل البيت غنى مو افتقار. يمر على الإمام العسكري عليه السلام يلقى يلعب مع أقرانه من الأطفال، يلعب مع أقرانه من الأطفال، وفعلا كبيرهم لا يقاس، صغيرهم جمرة لا تداس. قالوا لو ما قدر ما يحسن هذا الفتاة، هذا صغير بعد ما يعرف شي يتكلم. قال هو ما تعرفوا هذا، هذا من أهل بيت زق العلم زقة، هذا لو تعرفوا منه شان ما تكلمتوا هالكلام هذا. إيه نعم، هذا من أهل بيت زق العلم زقة، كبيرهم لا يقاس بعلمه، صغيرهم جمرة لا تدانس، ما حد يدانيها. يلقوا يلعب الإمام العسكري ولا تلعب مع الأطفال وتبكي على شيء عندهم وهو ما عندك؟ قال لا، مو هذا اللي بتشاني. قال له شنو اللي أبكاك؟ قال اللي أبكاني خشيتي من ربي، خوفي من الله. سؤال، الخوف من الله ترى صفة المؤمن، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بالمقابل شنو؟ فإن الجنة هي المأوى. مو لما ذكر صفات علي وفاطمة ذكر هاي الصفة: يخافون يوما كان شره مستطيرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال له لا والله أنا بكيت من خشية الله. قال له بس أنت بعدك صغير، بعدك صغير، أنت صغير بعدك مو كبير. قال له يا هذا؟ قال له بلى. قال له رأيت أمي لما توقد النار تأتي بالحطب الكبير وتخليه بالنار ما يشتعل. شنو اللي يشتعل؟ صغير. هذا الموقف أثر بي، يقول للإمام، فأخشى أن أكون هذا الحطب الصغير وأحرق في جهنم يوم القيامة. سؤال، هذا الكلام للعسكري نفسه لو إله إليك؟ هذا إن أحبتي، هذا درس، درس عظيم، هذا هذا درس رائع، هذا درس يقدم على شيء رائع جدا يحتاج الإنسان. يقول تعال لا ببالك الكتاب هالشكل، يقول مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا قد الإمام يقدم فد شيء رائع للموعظة. تعال أنا أبكي من خشية الله. خو أنت بعدك صغير، وينك وين خشية الله؟ قال له إحنا أهل البيت صغيرنا كبيرنا، ما عدنا صغير، إحنا مثل يا يحيى خذ الكتاب بيما بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. أنا هذا مثلنا، إمامان إن قاما وإن، هذا مثلنا، هذا أحبتي. فإذا معرفة أهل البيت غنى مو افتقار، لا يفتقر الإنسان إلى معرفة أهل البيت، بالعكس كل إنسان في غنى. ولذلك كل الإنسان يبحث عن سعادة الغنى من خلال معرفة أهل البيت، سعادة مو شقاء. حياتهم، أدبياتهم، تربوياتهم، الطرق التي خطوها، الطرق التي كتبوها، كيف نتعامل معها. ماكو داعي هم أسولف عليكم أحبتي، لأن أنتوا سطرتوا ملاحم رائعة، والله أنتوا كتبتوا ملاحم رائعة، من عاشوراء إلى الأربعين إلى زيارة النبي إلى وين سام الله. حقيقة
اليوم وأنا جاي إلى سامراء وأشوف هالناس وهالمواكب هاي والله يعني فد شيء يثلج القلب والله أحبتي يثلج القلب. وهذا اختيار ترى، هذا اختيار، هذا اختيار. مو كل واحد أحبتي يتوفق لهذا الموقف العظيم، مو كل واحد يتوفق يبكي الحسين، مو كل واحد يتوفق يحضر عزب سامراء، مو كل واحد يتوفق يواسي صاحب الزمان الليلة، مو يعني مو هذا توفيق. توفيق إمامنا زين العابدين ذكر بالدعاء: اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة وحباهم بالرسالة وخصصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء وختم بهم الأوصياء والأئمة وعلمهم علم ما كان وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي. هذا توفيق، هذا نبكي ونخدم ونزور. والأحبة الكرام أنا شفتهم جايين سيرا على الأقدام لسامراء، سيرا على الأقدام، أكيد نفسهم ذولا مشوا مشي الكربلة بالأربعين، أكيد رقضوا يوم العاشر بطويريج، أكيد ذولا راحوا القبر رسول الله مشات، واليوم يجون يعيدون هالمعنى هذا وين؟ في سامراء. هذا 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 من أعظم التوفيق أحبتي، هذا برهان رائع. هذا الغنى اللي أسولف عنه أنا، هذا الغنى اللي يقول بنا تستمر الحياة، هذا شاعر يقول: ضايع وحبك لقاني وبعد ما أريد أن أضيع. تأمل تأمل شاهدي بهذا البيت الشعري: ضايع وحبك لقاني. أبو علي سيدي ابن رسول الله الإمام العسكري مولاي علي الهادي مولاي صاحب الزمان: ضايع وحبك لقاني وبعد ما اريد ان اضيع، صك علي بختم حبك عبد والامرك اطيع، عبد والأمرك أطيع وبملك قارون والله ارماد جدرك ما أبي، أنا وأهلي وكل وجودي في دول قماط الرضيع. أقول لك بهم تستمر الحياة، شيل هالعزى وشيل هالمصاب وشيل هالمواساة واللطم والدمعة وحضورك لعزائي آل محمد، وخذ ملك قارون والله ما تريد ملك قارون ولا تبدل هذا العزى وهالدمعة وهالبكي على الحسين، فهذا ملك قارون اللي وصفه حسين أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجلي مفيد. كل شي عليك أبا عبد الله رحمة، يا رب ارزقنا الجزاء للماء إلى واحد فزع. علماءنا يقولون الجزع كل مكروه إلا عليك أبا عبد الله، كل جزع مكروه إلا عليك يا ابن فاطمة، كل جزع مكروه إلا عليك يا عزيز علي يا عزيز فاطمة يا عزيز الهادي والعسكري يا عزيز صاحب الزمان. يا رب ارزقنا الجزع للماء إلى واحد فزع، للماء إلى واحد فزع، للماء إلى واحد فزع بعد، والماء عن أهل انقطع والسهم من مكفاطلة. يا رب ارزقنا. أقول لسيدي أبا عبد الله ليتك اليوم حاضر، سيدي تشوف هالأتباع المؤمنون الموالون، سيدي يقدمون الغالي والنفيس لأجلك يا أبا عبد الله، أرخص الأعمار ليلا نهارا
في خدمتك وخدمة أهل بيتك الكرام. يا حسين يا حسين، أعز اسم على أهل البيت هذا الاسم، أعز اسم هذا الاسم. الله لا يحرمنا ويحرمكم من الجزع على الحسين. ولذلك صادق القول يقول: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت منه. احنا نرفع ايدينا بالصلاة نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. مو هيك نقول، مو هيك نقول. إمامنا الصادق يقول: اللي يصرخ بعالي الصوت يصيح يا حسين صرخت مرحوم، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أجركم الله الليلة إمامنا العسكري سلام الله عليه يعاني ألم الفراق على فراش المنية، ما عند أحد إمامنا في بيت أبي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إلا غلام صغير عمره 5 سنوات اسمه الإمام المهدي سلام الله عليه عند أبيه العسكري صلوات الله عليه، وهو ينظر إلى الإمام وهو يعاني من حرارة السم القاتل الذي وضعوه في طعامه. الإمام ينظر إلى أبي عرق جبينه سكن أنينه، قال: ولدي؟ قال: بلى. قال: وجهني إلى كربلاء. كل الأئمة تروح وجوههم الكربلاء. أنا أدرك الجملة من العلماء في أواخر حياتهم لما ينقضي الأجل بهم ما عندهم غير هالكلمة: يا أبا عبد الله مسلم ابن عقيل على قصر الإمارة شال إيده قال: السلام عليك يا إمامنا الحسن. لما كان رأسه بحضن الحسين ما كان يقول شيء إلا لا يوم يعني كل الأئمة الكرام ظاهرا إمامنا العسكري معهم: ولدي وجهني إلى كربلاء. وجه إلى كربلاء رفع يده: السلام عليك يا جدا، صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وإلى الله المشتاق. أجركم الله سلم على جده الحسين على مصلى عرق جبينه سكن أنينه. المؤمن إذا عرق جبينه سكن أنينه يقدمون له الماء في آخر لحظات حياته. الإمام لما وضعوا الماء بين يديه شرب من الماء قليلا ثم نحى الماء عنه: لما لم تشرب يا ابن رسول الله؟ قال: شلون اشرب جد حسين عطش. كل الأئمة الكرام حتى إمامنا المهدي يتمنى هاي الأمنية: جدي تمنيت راسك فوق جسمك لجيب الماء يمحلقك وشرب وقل لك خويا برد به قلبك. آجركم الله عرق جبين الإمام سكن أنينه غمض عينه مد رجله أسبل يده فاضت روحه الطه: أين الصارخون وحسنا؟ أين الصارخون وسيدا؟ أين الصارخون وإماما ومسموما؟
ألقى بنفسه على أبيه إمام المهدي سلام الله عليه. احتضن الإمام العسكري الأبو، والله الأبو ماكو بغلات، بغلات وترى يموتن عقب عين بنات، ترى يموتن عقب عين بنات، وترى يذلن عقب عين خواته أبوي وهل أبو والله إش حلاته كل يوم الصبح بسمة بشفاته، بقت ذكراه سجادة صلاته. يا شيعة وظل أبو لو راح يا ناس. الله يعينك مولاي أبو صالح الليلة. شي عوض الأبو لو راح يا ناس، الأبو تمتاز بيه وترفع الرأس، الأبو تمتاز بيه وترفع الرأس، ترى الفاقد أبي يصير حساس، تجيب الدمعة وتودي يلون. إمامنا المهدي قام بتغسيل والده تكفينه تحنيطه في تلك الليلة وفي ذلك اليوم، ولكن يا مؤمن يا غيور أصعب موقف إذا شالوا نعش الحبيب على الأكتاف وأرادوا بذلك الحبيب دفنه، كأني بالمنادي ينادي لا لا تشيل يا شيال النعش، لا لا تشيل. لا لا تشي إلى، لا لا تشي إلى، ترى فراق الأبو ما بيع، بويا وراهم وراهم، أنا تبعت النعش واركض وراهم بويا، وشلبت بذيال الخذاهم، تبعت النعش والعين تدمع، وردت الأبو لبجاي يسمع يا أبو. ما أدري وين أرد أوديك، هاي ليلة مصيبة، هاي ليلة مصيبة. الإمام شيعوا غسلوا كفنوا حنطوا صلوا عليه صلاة الجنازة، دفنوا عند أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه، ولكن حر قلبي لمن بقى فوق، حر قلبي أي لمن بقى فوق الصعيد تريب، حر قلبي لمن بقى على الرمضاء سليم. أقول لك سيدي يا ابن رسول الله، إمامنا المهدي ما قصر معاك، غسلك حنطك كفنك شيعك دفنك، ما مات من الماي محروم ولا سلبوا من عند الهدوم، ولي ولا سلبوا من عند الهدوم، ولا صدرا سحق ورضت القوم، لكن اقول تخف الهموم، يا ويلا يا ابو اليمة يا مظلوم. ابيات الدعاء حتى يكمل حبيبنا مولى عمار، وهم اريد ينعم، ما اريد ما ينعلى، ينعى ليلة مصيبة. ارد اقول هالابيات ومن رخصة السادة بالمجلس ومن رخصة الإمام المهدي، إيه هالأبيات، وأسألك الدعاء. العقيلة زينب ليلة الوحش، ترى هاي ليلة صعبة، شلشل علينا الليل وازدادت الوحش،
شيخ العشير حسين ما حد شال، انا ما اشوف بس اطفال تتراكم. سرت لجسد الحسين وهي ماشيه، شو تقول؟ لابن ام اعتنيت بفكر هايم، على وجهه لقيت حسين نايم. نايم قعدت يمه وتولوني شتايم، يا بشتايم ندهت وصحت يا تاج العمايم، محامل هالحرم راحت غنايم. شي يقلها الحسين عليه السلام؟ شي يقلها وهو على رمضاء كربلاء؟ خويا زينب ذللي صوتك وابكي بدموع، تدري نحس الليل مسموع، واحنا علينا الناح ممنوع، وبالمعركة نام اهل الدروع، وعباس من الزند مقطوع، ياهو اللي يرد هلاجة جموع. هذا اللي اعتذر من السادة بالمجلس به، قالت لأخي أبا عبد الله ما أحزن قلبي شيء إلا هذا. ما هو زينب؟ قالت لأخي بني أسد صاحة وأين الأسديات؟ خذوا الأسديات وراحوا. تميم أين التميميات؟ خذوا التميميات راحوا. مذحج وين المذحجيات؟ خويا ابو علي اريد واحد يصيح وين العلويات؟ وين بنات رسول الله؟ خويا الكل عشيرتها اجت ليها يطلبون تطلع من سبيها، واخت حسين ما حد داعبي اعلى العلق ومنايم، على العلق ومنايم نايم، ايه على العلق ومنايم. كل يقرأ الكل، ما يريد واحد ساكت. والله ادور بالمجالس مثل المضايع، مثل المضيعة يا 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 أنا بلقت صوت ناعي على الولد ينعم، والله بلقت صوت ناعي على الولد ينعم. أنا ورش باب الحسينيات بالدمعة يا يا وصيح حاه يا ابن الماس لمضلع، والله اصيح حاه يا ابن الماس لمضل. بعد بيها طبع من تحضر قراية علي من تبكي، بعد بيها طبع من تحضر قراية على العباس تبكي بقلب امي، وتصيح بصوت وتردد هالحجاية، آية الجود آية طيحة الرأي.